السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص وظيفي: قيمة النظام في رحاب اللغة العربية، المستوى السادس، صفحة 66 67 68، جميع الحصص وعلى بركة الله. لأن هذه الصفحة وهذه ثم هذه على بركة الله. نبدأ. لن ألاحظ وأتوقع، ألاحظ العنوان، ألاحظ الصور، دير القراءة قدامك وشوف. إذن أستحضر ما جاء به ميثاق القسم. إذن يضم ميثاق القسم مجموعة من الواجبات والحقوق التي اتفقنا عليها وقمنا بالتصويت عليها داخل القسم. نعم. إذن أعين المشهد الدال على النظام بين المشاهد. إذن انظر إلى المشاهد، عندنا ثلاث صور، ثلاث مشاهد. إذن الذي يدل على النظام هو هذا المشهد، هذا المشهد. نعم. أحدد العلاقة الموجودة بين كلمتي العنوان. إذن عندنا قيمة وعندنا النظام. إذن العلاقة بين الكلمتين وطيدة، العلاقة بين الكلمتين وطيدة وقوية. فالنظام قيمة والقيمة نظام، لأنه عندما تسود القيم يسود النظام. نعم. إذن على بركة الله نبدأ. أذكر أنه كانت لي حاجة في البريد فأقبلت لقضائها، فإذا بالناس يقفون في صف طويل، فاستطلت الحبل وقلت أدس نفسي قبل بعضهم، فكان لي ذلك ولم أشعر بعين تنظر إلي شجرة، ولم أسمع كلمة تعترض على تصرفي الخارج عن النظام. ولما وافيت الموظف في الشباك وأنا كالمنتشي بهذا النصر، ما دمت قد استطعت أن أخدع من هم ورائي واعتديت على دورهم، فإذا بالذي كان خلفي يقول للموظف إن هذا خالف نظام الدور. فطلب إلي الموظف بأدب ورفق أن أتخذ مكاني في الصف، فعدت أدراجي إلى آخر الجماعة وأنا في غاية الخجل من تصرفي الخارج عن النظام. عدت من دون أن ألوم أحدا إلا نفسي التي زينت لي الخروج عن نظام وضعته الجماعة واحترمته وتقيدت به إلا أنا. تذكرت هذه الحادثة عندما أقبلت أمس على شباكي قاطع التذاكر في إحدى دور السينما، فرأيت الحبل الحديدي الذي لا يسمح بالوقوف إلا لشخص واحد والناس متقاطرون فردا فردا، فقلت في نفسي ها قد بدأنا بمراعاة النظام في أعمالنا وسلوكنا، فليس هناك من يتجاوز آخر ولا أحد يسبق أحدا. وما كدت أستغرق في إعجابي بهذا السلوك المدني الراقي حتى رأيت أحدهم يتخطانا جميعا ويطلب من الموظف في الشباك أن يبيعه تذكرة، فلبى الموظف طلبه، فقلت متسائلا لعله صديق عزيز للموظف أو لعله انخدع بدوره. سكتنا على مضض، ثم جاء ثان وثم ثالث وحبل الجماعة لم يتقدم. عند ذلك هاجت الجماعة وثارت على هذا التصرف الذي لا يراعي النظام. قابلت بين الحالتين، وقابلت بين الموظفين، وقابلت بين جماعة تحس النظام سلوكا مدنيا كاملا في نفسها، وبين جماعة يقيدها الحبل الحديدي بالنظام فلا تصبر على أن تتقيد به، لأنها ألفت ألا تحترم شعور الآخرين وألا تهتم إلا بذاتها. فماذا لو احترم الناس النظام الذي جاء ليرعى مصلحتهم ويسهل معيشتهم؟ وماذا على الموظف لو أعاد المتجاوز إلى موضعه؟ متى نحترم روح النظام عندنا؟ ومتى نعرف قيمة التناسق في كل ناحية من نواحي حياتنا؟ ومتى نعرف أن الحياة ناقصة إذا لم يسدها سلوك مدني حضاري راق في البيت والطريق والبيئة والملعب وفي كل مكان؟ لنلزم أنفسنا باحترام النظام
ولنجعل الشعور به ينبثق من داخل أنفسنا، لأن حسن النظام هو الحياة وهو روح الجمال والكمال في كل شيء، وسوء النظام يؤدي إلى كثير من الفوضى والاضطراب في الحياة، ويبقى الإنسان بما يصدر عنه من سلوكات وأخلاق هو المسؤول عن كلتا الصورتين. فما أجمل الحياة المنظمة التي تصدر فيها عن جميع الناس سلوكات مدنية راقية يحترمون من خلالها أنفسهم ويحترمون الناس الآخرين من حولهم. وما أسوأ الحياة المضطربة التي لا تعرف للنظام معنى ولا تشعر بما فيه من ذوق وجمال وحياة، لأن الذين يعيشون تلك الحياة لا تصدر عن معاملاتهم سلوكات مدنية سامية. خليل الهنداوي، كاتب سوري. إذن هو هذا، فهي مقالة نثرية. إذن أنمي معجمي اللغوي آتي بشبكة المفردات لكلمة نظام. إذا النظام، الانضباط، الصف، الترتيب، الاحترام، هذه مجموعة من الكلمات لها علاقة بالنظام. يمكن أن نضيف كلمة الشباك. نمر. أبحث في معجمي اللغوي عن معنى سلوك مدني. السلوك المدني الشعور الإيجابي للانتماء للجماعة والسعي إلى تنميتها والحفاظ على سلامتها ومصالحها ورفاهيتها في جميع المجالات. التناسق. التناسق هو الترتيب والنظام. إذن أين ذهب الكاتب؟ إلى البريد. وهل احترم النظام؟ لم يحترم النظام. كيف تصرف الموظف مع الكاتب؟ طلب منه بأدب أخذ مكانه في الصف، لأن الكاتب لم يحترم دوره، فرده الموظف إلى مكانه. طلب منه بأدب أخذ مكانه في الصف. وكيف كانت ردة فعل هذا الأخير، أي الكاتب؟ تقبل الكاتب الأمر وعاد إلى مكانه خجلا، يلوم نفسه فقط. إذن عاد إلى مكانه وتقبل الأمر. هل تكرر تصرف الكاتب عند ذهابه إلى السينما ولماذا؟ لم يكرر الكاتب التصرف، لأنه تعلم الدرس، تعلم احترام النظام والتقيد به. إذن ما الذي لاحظه أثناء وقوفه في الصف؟ وكيف كانت ردة فعله هذه المرة؟ إذن لاحظ أن الناس يحترمون النظام، إلا أن أحدهم تجاوز الجميع وتقدم إلى الشباك لأخذ تذكرة، ثم ثاني وثالث. وكيف كانت ردة فعله هذه المرة؟ إذن ردة فعله لم يعجب الكاتب بهذا التصرف. قابل الكاتب بين الحالتين إلى ما خلص. إذن خلاصة، خلص أن هناك من الناس من يهتم فقط بذاته ولا يهتم للآخرين. إذن أن من الناس من لا يهمه إلا نفسه. إذن جزلا سؤال آخر، ما النصائح التي قدمها الكاتب؟ إلزام أنفسنا احترام القانون، ولنجعل الشعور ينبثق من دواخلنا. هذه هي النصيحة، وأن يكون احترام القوانين ليس خوفا من الجماعة، بل
بل نداء من دواخل أنفسنا واقتناع قبل كل شيء. نعم، أقرأ وأحلل، أستنتج الفكرة الأساسية التي يدور حولها النص. يدور النص حول احترام النظام الذي يعكس مسؤوليتنا تجاه الآخرين، كما يجنب المجتمع الفوضى وتعطل مصالح المواطنين. نعم، أضع عنوانا مناسبا للفقرة الثالثة من النص. إذا الفقرة الثالثة تتحدث عن سوء النظام، هذا عنوان أراه مناسبا لهذه الفقرة، سوء النظام، حيث تجاوزهم الأول ثم الثاني ثم الثالث. نعم، لن أستخرج من النص جملة وصفية وأخرى توكيدية. إذا بالنسبة للجملة الوصفية، رأيت أن هذه الجملة، فرأيت الحبل الحديدي الذي لا يسمح بالوقوف إلا لشخص واحد. إذا هذه نعتبرها جملة وصفية تصف لنا يعني وقوف الناس بجانب الحبل الذي يمنعهم من التجاوز. وأخرى توكيدية، هذه الجملة، لأن حسن النظام هو الحياة وهو روح الجمال والكمال. لأن حسن النظام هو الحياة وهو روح الجمال والكمال. نعم، نقوم باستنساخ هذه الجمل أو بحث عن جمل أخرى تروها أكثر مناسبة أو أكثر ملائمة للجواب. نعم، إذن أبدي رأيي في قول الكاتب جاء النظام ليرعى مصلحة الناس وأعلله. إذن أولا أوافق الكاتب على قوله، هذا جواب، ثم التعليل، لأن النظام يحافظ على مصلحة الناس الذين لا يملكون نفوذا في الإدارات العمومية، بمعنى أن هذا النظام كيحافظ على مصلحة دي الناس اللي ما كيعرفوش ناس اخرين في الإدارة، ما عندوش صاحبه في الإدارة، ما كيعرفش موظفين في ديك الإدارة، فلهذا فهو كيحافظ لنا على مصلحة دي الناس اللي ما كيعرفو حتى واحد، ما عندهمش نفوذ. لأن النظام يحافظ على مصلحة الناس الذين لا يملكون نفوذا في الإدارات العمومية، حتى لا يأخذ أحد دورك فيضيع وقتك ومصالحك. نعم، فالناس سواسية أمام القانون. نعم، إذن نمر إلى وعلل لجوء بعض الناس إلى تجاهل النظام. أولا لأنانيتهم، أنهم أنانيين لأنانيتهم وحب ذواتهم فقط، ثم لأنهم عديمو روح المواطنة وروح الجماعة والعيش المشترك. إذا لا تتوفر فيهم لا مواطنة ولا روح جماعة ولا عيش مشترك، ما عندوش، يعرف فقط نفسه، حتى لو تدور الباقون جوعا. نمر إلى سؤال آخر، وركب ألخص النص في خطاطة. إذا خطاطة نديرها بهذا الشكل. إذا عندنا النظام في القمة، احترام الدور والصف، تجاوز الدور، هذا هوكو. إذا احترام الدور والصف هو سلوك مدني راقي، تجاوز الدور هو سلوك أناني. سلوك مدني وراقي ماذا يعطينا؟ يعطينا النظام وحماية المصالح. سلوك أناني فوضى وتضييع الحقوق. ما نتيجة هذه وهذه؟ إذا نتيجة ديال النظام وحماية المصالح هو رقي المجتمع، رقي الوطن والمجتمع، يعني يتقدم المجتمع بالنظام وباحترام حقوق الغير. وأما الفوضى فتعطينا تخلف الوطن والمجتمع، تنتج لنا وطنا متخلفا ومجتمعا أنانيا. إذا هذه خطاطة، هكذا هكذا، إذا احترمت النظام تحصل على هذه النتيجة.
إذا لم تحترم النظام تحصل على هذه النتيجة. نعم، نمر إلى استعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفهيا. مهم، بعد أن خاض الكاتب تجربة عدم احترام النظام لأنه لم يحترم في البداية النظام التي كانت تجربة مخجلة جدا، لم يستسغ الأمر حينما كان بالسينما وهو ينتظر دوره أمام الشباك رفقة الباقين، إلا أنهم فوجئوا بمجموعة من عديمي المسؤولية يتجاوزون دورهم بمساعدة الموظف فقاموا بالاحتجاج. وقد قدم الكاتب نصائح مهمة تحث على النظام، تحث وتحض على النظام الذي هو أساس النجاح وتقدم المجتمعات بالحفاظ على المصلحة العامة. نعم، نكتبوا هذا. إلا أنهم فوجئوا بمجموعة من عديم المسؤولية يتجاوزون دورهم بمساعدة الموظف فقاموا بالاحتجاج. وقد قدم الكاتب نصائح مهمة تحث على النظام الذي هو أساس النجاح وتقدم المجتمعات بالحفاظ على المصلحة العامة. أمر، استخرجوا القيم الموجودة في النص. إذا بعض القيم: النظام، المواطنة الحقة، احترام الغير. هذه قيم إيجابية، أما إذا بحثنا عن القيم السلبية قد نكتب سوء النظام، الفوضى، الأنانية، حب الذات. فهمت؟ يعني احنا كما كنقولوا القيم نستحضر ما هو إيجابيا، وقد يطلب منا أن نستخرج القيم السلبية اللي قلنا دابا: سوء النظام، الأنانية، حب الذات، الفوضى. نعم، إذن أقوم توقعاتي بخصوص مضمون النص. لقد كان توقعي صائبا حيث تحدث النص عن النظام والالتزام به. إذن والالتزام به. نمر إلى إذن أبحث ماذا بحث؟ أعد مع أصدقائي صديقاتي بإشراف أستاذي أستاذتي ميثاقا أخلاقيا لتحقيق النظام داخل المدرسة. يعني هنا غنديرو واحد القانون داخلي أو ميثاق داخلي للمؤسسة للمدرسة، يعني نلتزم به، نلتزم بالواجبات وكذلك التمتع بالحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.